بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. بمشهد هجوم المتشددين على المسيحيين لمنعهم من الصلاة، ظهور صورة البابا شنودة بالحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة، ظهرت صورة قداسة البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 117 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية. في الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي وتأليف إبراهيم عيسى، وذلك خلال قيام الأقباط بالصلاة داخل منزل باسيلي بمشاركة كاهن الكنيسة، فإذ بهم يسمعون أصوات موتوسيكلات، وبعدها وقع بصر شخص على مجموعة متشددة إرهابية تقتحم المكان بالعصا والتي كانت حذرتهم من رفع الصلاة داخل إحدى المنازل. إلى متى وإلى أين تصل هذه الأمور لهذه الدرجة؟ ولكن نحن في بلد تسعى إلى المواطنة. بطل من زمننا، نعم، في إطار المستقبل يطل علينا كوكبة من الشباب المصري المسيحي بمجالات الصحافة والبحث، ومن الباحثين رامي كامل صاحب رؤية المستقبل وإسحاق إبراهيم المتفرد والمتميز، وفي الصحابة العديد والكثير والذي يحمل لنا دايما هموم أصحاب المشاكل في أغلب القرى والنجوع، ومنهم أيضا الصحفي جرجس قدسي والإعلامي الذي يبحث دائما عن كل ما هو صادق وكل ما هو حقيقة. مواطن مصري سعيد تعرفت إليه في نحو 1996 في اجتماع بإحدى كنائس الجيزة في محاضرة عن المواطنة لأسرة كلية الإعلام جامعة القاهرة. في هذا الوقت كان خادم في الأسر الجامعية بأسقف الشباب، ومنذ اللقاء الأول قمت بتقديم كثير وكثير وكثيرون من الإعلاميون الذين حاولوا البحث دائما عن الحقيقة، وحيث تسببت هناك بعض المشاكل وكان هناك اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين وسقط من خلالها قتلى وجرحى، بعد أن روج البعض أن هناك ما يسيء إلى إخوتنا المسلمين، وحاشا أن المسيحيون يسعون إلى ذلك، لأن المسلمين هم إخوة لنا ونحن من أب واحد وأم واحدة، أبونا آدم وأمنا حواء. كما حدث في 2010 في مذبحة مطرانية نجا حمادي، وهناك أيضا كان السعي دائما إلى البحث عن الحقائق، والتي شهدت اشتباكات طائفية أصيب خلالها 30 شخصا بينهم 7 من الرجال. وأيضا والخلاف حول بناء الكنائس جديدا يعد سببا رئيسا للاحتقان الطائفي في مصر، وتسبب ربط بناء كنيسة في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وأدى إلى اندلاع اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين مما أوقع جرحى وألقت السلطات القبض على عشرات الأشخاص. ثم بعد ذلك مذبحة القديسين في 2010، وكان تفجير كنيسة القديسين في محافظة الإسكندرية في يناير 2011 أحد الأحداث الشهيرة قبل ثورة 25 يناير، وتسبب الهجوم في مقتل 23 شخص وجرح 79 آخرين، ونحن كنا من أوائل من شارك في هذه الأحداث إعلاميا. وتمضي بطولتنا وقصص الصحفيين الإعلاميين المسيحيين الذين لا يحذرون من أي شيء. ومن أيضا اندلعت أعمال عنف طائفي في عام 2011 بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة القرى أودت بحياة 13 شخص، ونحن ليس هذا من ذلك أن نصنع بطولات المسيحيين أو من أجل أن نجعل هناك فتنة طائفية أو نجعل فتنة طائفية. ومن أشهر أيضا الأزمات بعد ثورة يناير ما عرف إعلاميا بأحداث مصبيرو، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، وقعت الأحداث بعد تظاهر الأقباط احتجاجا على هدم مبنى اعتبره الأقباط كنيسة في محافظة أسوان جنوب مصر، واتجه المحتجون إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري مصبيرو لتندلع اشتباكات تدخلت فيها قوات الجيش والشرطة، وكانت الدموع تختلط بالدماء وهو نحن نبكي على تلك المذبحة.
الكثير والكثير. نعم، لو ذكرنا إلى الكثير لنرى أن هناك أحداث كثيرة، ولا ننسى أبدا أننا في عصر الحرية، في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى دائما، يسعى إلى المواطنة والحب والأخلاق بين جميع المصريين. كل الشكر والحب والتقدير. بسم الله والابن والروح القدس الواحد أمين. كريم شاهين بيقول: عبد الله رشدي يقضي رحلة في بلاد العلمانيين الكفار، وليس بالدول المسلمة التي تحتاج المساندة والمليئة بالجوع والفقر وفنادق رديئة لا تليق بالشيخ. قال الكاتب الليبرالي كريم شاهين: اتباع الداعية عبد الله رشدي المغيبين، وده تكلفة رحلة لبلاد، دفعوا له تكلفة رحلة لبلاد العلمانيين الجميلة عشان يقضي رمضان بدون عطش أو جوع أو اضطراب أو مشقة أو دوشة أو زحمة. وقال كمان: برغم أن في 30 دولة مسلمة في أفريقيا المسلمين فيها يحتاجون من يساندهم بالدعوة أو التعليم أو حتى معنويا في رمضان، ولكن للأسف هي بلاد حرة مليئة بالجوع والفقر والمرض والفنادق الرديئة التي لا تليق بالشيخ. ويذكر أن عبد الله رشدي لا يتوقف عن الهجوم على الدول الغربية التي تطبق العلمانية، وكان زعم عبر تويتر من قبحات العلمانية العلاقات المفتوحة، وهي تعني أن يدخل الزوجان معهما طرفا ثالثا يخطران بالتراضي، بحيث تصير العلاقة ثلاثية من رجل وامرأتين أو امرأة ورجلين، وليس ذلك خيانة لأن الخيانة تكون سرا، بينما هذا بالتراضي يعتبرون ذلك حقا مشروعا بالتراضي وحرية لا يمكن قمعها. قال ذلك رشدي الذي أفتى بجواز معاشرة الصبايا عبر حسابه الرسمي وكاتب: هي إنسانة لها احتياجات، فطالما رضيت بعلاقة بينها وبين سيدها فلا حرج عليها ولا عليه بالرضا لا بالإكراه. والذي حلل أيضا زواج القاصرات وقال: يجوز زواج القاصرات، يمكن تزويج الطفلة في سن 9 سنوات ولكن بشرط أن تطيق الوضوء. أحبائي وأعزائي، هذا الكلام ما قاله هاني شنودة، يزور الطفل شنودة يقول له: حمد الله على سلامتك ونورت بيتك يا حبيبي. أبدأ هاني شنودة سفير المحبة والسلام المعنى بمجال الخدمة المجتمعية سعادته الشديدة لعودة الطفل شنودة إلى والديه بالتبني بقرار من النيابة العامة. وزار شنودة الطفل ونشر صورة تجمعه به، ظهر فيها الطفل مبتسم عبر حسابه على الفيسبوك وكتب: مبسوط إني شفتك يا حبيبي شنودة وأخدتك في حضني، حمد لله على سلامتك ونورت بيتك يا حبيبي. وكانت شملت قضية الطفل شنودة الرأي العام في مصر وفي الخارج وأغضبت الملايين، حيث تم إبعاده عن الزوجان المسيحيان اللذان قام بتربيته بعدما عثر عليه رضيعا داخل الكنيسة وإيداعه في ملجأ واعتباره مسلم بالفطرة. ولكن الأزهر والمفتي أفتى بهذه وهو عودته إلى أهله. ومؤخرا استلم أبويه بالتبني الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي بقرار من النيابة بعد أن استطلعت رأي مفتي الجمهورية فيما يخص ديانة الطفل، حيث أفتى المفتي بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته. مع كل احترامي وحبي واعتزازي، مكة طفلة تركتها والدتها وسجن والدها، وقصص كثيرة وجميلة ورائعة، ولكن نكتفي بهذا بالقدر. ونهنئ جميع أخواتنا المسلمين بعيد أو سوري آسف بشهر رمضان المعظم لهم، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. لا تنسوا اشتراككم بقناتكم قناة